غالبا الأبطال حينما يستذكرون مسيرتهم يروون تفاصيل معاناة ودرب صعبة شقوا خطواتهم فيها، لكن هذه الرواية ليست أسطورة أو حكاية أضيف عليها الكثير لاحقا، هي حياة نسجها أطفال ركضوا خلف كرة سجلت هدفا لهم وللبنان في كتاب جينيس للأرقام القياسية. يعني كنا ننتظر نهيئ تيابنا، نفترض عندنا لعب يوم السبت ولا يوم الأحد، نهيئ تيابنا من يوم التنين ونحطهم قدامنا، ما كان في تخت، كان في فرش بتنحط على الأرض ونخبيهم، نحطهم قدام يعني وين يركض راسنا، يعني وين ننام نخبيهم على 3-4 أيام لأن دول بدنا نلبسهم، لأنه إذا هيدالي راحوا أو ما قدرنا ما فينا نقدر نجيب غيرهم. بعدين ما كان في أحذية، كنا نروح نفتش في المخلفات بيسموها البالة. هذا الإصرار على النجاح أثمر انتقال النادي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بعد انغماس كل أفراد النادي لاعبين وإدارة في بذل جهد مضن. عندما أحرزت هذا الهدف وبدأت الدموع تنهمر من كل عيون الأنصاريين في ذلك الوقت، وكأن هناك مطرا ينزل من السماء، ولكن هذه الدموع كانت دموع الفرح، لأننا في هذه اللحظة الزمنية التاريخية، لحظة من اللحظات تحققت كل الآمال وكل الطموحات التي كنا نعمل عليها ونسهر من أجلها ونشتغل عليها فترة زمنية طويلة. يعني منذ بداية نادي الأنصار بالخمسينات، سنة الخمسين، يعني كان بعدنا عمرنا، يعني بعدنا صغار وأطفال بالملف، كنا بعد كان في شيء هيك طموح لنادي الأنصار، لم يتحقق هذا الطموح إلا في الستينات، يعني بعد 20 سنة من النضال ومن العذاب ومن المرارة ومن القهر، ونحن على أدنى، يعني ما عندنا مال ولا عندنا إمكانيات ولا عندنا طاقات، ولكن عندنا طموح وعندنا محبة وعندنا عشق لهذا النادي لا توازيه أي ثروة أخرى، وهي التي مكنتنا أن نصل إلى هذه اللحظة الزمنية الحاسمة. نادي الأنصار جمع شبابا من بيروت ولبنان على حب الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، في وقت كانت الدولة غائبة في دوامة الحرب وشوارع بيروت مقفرة إلا من المسلحين. عندهم وقت اللي يفكروا أنه بدهم يروحوا يلعبوا مثلا بالسعودية ضد فريق سعودي، بدهم يبرهنوا عن حالهم أنه هن عايشين بلبنان تحت القصف، عايشين بلبنان تحت الاضطرابات، مش قادرين يوصلوا على الملعب. كنا يتدربوا أيام على الطريق لأنه ما كانوا يوصلوا على ملعب، كانوا يتدربوا بأوقات صعبة جدا. مع كل هذا كان عندهم ولاء للنادي. هذا الولاء من قبل الأنصاريين هو نفسه في كل زمن ومع كل جيل يتعزز أكثر فأكثر، ولعله إلى جانب التربية على الروح الرياضية والتعاضد والتكاتف فيما بين عناصر الفريق الواحد بقي هو المعيار وهو ضامن الاستمرارية. يعني بحكيك صراحة، لما شخص يكون عمره 11 سنة ويجي يلعب بنادي كنادي الأنصار، ويمكن بأوقات كتير بقعد بالنادي أكتر ما بقعد ببيتي وبهموم النادي، ومرات يعني أنا من الأشخاص مع كذا شخص طبعا مش أنا الوحيد، مرات بالنادي بالفترات الصعبة اللي كان ممكن النادي ينزل فيها على الدرجة الثانية وكان مهدد بالهبوط. يعني هيدي كل الأمور بخلي في ترابط بينك وبين هالنادي هيدا، وصراحة ولا بفكر أنه أنا انتقل على نادي تاني. من اليوم اللي كنت لاعب لا حديت هلا بفكر انه او بحس انه هذا النادي هذا بيت التاني، هذا النادي الاشخاص، ابتداء من سليم باك دياب، انتهاء بنور الحاج، باصغر لعيب عنا، بالكل بحس بين بعائلتي. انا بقى صعب انه فكر انه اترك هالنادي او اشتغل محل تاني.
انه نحن مجموعه بس نحن كلنا قلب واحد. يعني نحن لو كنا 100 شخص بس 100 شخص عندهم هدف واحد هو نجاح نادي الانصار. نادي الانصار انا برايي منه فريق. نادي الانصار مؤسسي. اظن انا التربيه اللي مربيها بنادي الانصار بتمنعني حتى افكر انه اروح على غير نادي. لو كان هذه الشغلات انه بتامن لي شوي انه ماديا اكثر. انا قلت لك شغله، اللاعبين معودين انه ما طمعهم المادي قد ما طمعهم الانتماء. الانتماء لشغله، لانه نحن لما انت تحس انه نادي الانصار هو بيتك الثاني فيكش تترك بيتك الاول. المثابره والعمل الدؤوب في الايام الصعبه امنيا في لبنان عاملان اثمرا لاحقا تمايز الانصار عن غيره من الفرق اللبنانيه ليكون على مدى سنوات بطل لبنان وحامل الكاس. ولان الانصاريين أرادوا المحافظة على ما حققوه عربياً وإقليمياً وآسيوياً، فأن رسمهم الخطط المستقبلية للفريق قادهم إلى البدء بمشروع مدرسة لكرة القدم في لبنان، مشروع لن يدفع بالأنصار فقط إلى الأمام بل بواقع كرة القدم اللبنانية عموماً. أنا يعني بالنسبة لي في عندي يعني يمكن 3 علاقات هيك كتير بلاقيها عاطفية بالنسبة لي. أول شيء يعني أكيد راعي النادي اللي هو سليم باك بداية، وهلأ كريم كمان اللي عم يكمل هالمسيرة. كانت كمان عندي علاقة بأنه الله يرحمه أبو طارق اللي كان يعني مسؤول عن الأمن تبع الشهيد رفيق الحريري، كان يعني هو اللي يمكن بداية خلاني يصير محب كثير لهالنادي، وأيضا شغفي للعبة الفوتبول ومحبتي للعبة الفوتبول هي كمان يعني بتعلقني للنادي. ويعني تمثيل النادي يعني بيروتيا وهيك بخلي انه الواحد دائما يطلع على انه هذا النادي نادي عريق ونادي يجب ان يكمل مسيرته وتاريخه، ويعني وسجل نجاحات تاريخية يعني ما حدا سجلها، ما في فريق فوتبول بالعالم ما قدر يسجلها. منشآت موجودة ان شاء الله من هلا لست شهور رح يكون عنا ملاعب حشيش اصطناعي من باب اول، يعني هذا الحشيش اللي بيقدروا يلعبوا اي ماتش عليه. رح نجيب مدربين اجانب من برا، رح نبعث مدربين من لبنان على اوروبا ليتمرنوا كيف يدربوا الولد من هو صغير ليصير عمره 16-17 سنه. رح نجيب فريق اوروبي، عم نحكي مع 4-5 فرق اوروبيه، ورح نعتمد على فريق اوروبي ان شاء الله من هلا ل 4-5 اشهر بكون عندنا جواب. نجيبه كمان يساعدنا بتاسيس هذه المدرسه. هذه الخطط تبقى قابله للتنفيذ برغم كل الصعوبات الماديه والتوتر الذي يسود لبنان من حين لاخر. والانصار الذي اعتاد كما لبنان على تخطي المحن والصعاب لم تثنيه الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به حينما تعرض ملعبه على طريق المطار للحرق عمدا. صراحة اللي وجد بنادي الأنصار كان حلم بالنسبة لجمال طه، لأنه أنا هذا اللي كنت أحلم فيه كلاعب فوتبول أو كشخص معني بهاللعبة من كل الحيثيات تعيتها. صراحة كانت غصة بالقلب يوم اللي احترق الملعب، لأنه صرح مثل هذا الصرح يعني كان في حلم كبير خلق فيه، ما بعرف، خلق فيه روح التحدي إنه حرقوه. لا معلش، عامل أحسن، يعني مفروض نعمل أحسن لأنه هذا اللي بدنا إياه نحن. هذه الروحية اللي موجودة من الأنصار، مش الفشل انه والله برجع لورا، لا بالعكس تماما. بالعكس كل واحد فينا صار فيه حماس عنده انه هيك، لا اذا هيك لا طولوا بالكم احنا موجودين. العزم صادق لكن جهد الانصار يبدو يتيما في ظل غياب الدعم ماديا بشكل خاص او من قبل المهتمين بالشأن الرياضي.
نادي الأنصار يعني عنده سجل حافل بالرياضة اللبنانية، وبسجل انتصاراته خاصة بكرة القدم اللي هي رياضة صعبة بلبنان رغم أنها شعبية، ولكن صعبة لأن جمهور ضيق بلبنان وأفاقه وكلفتها كتير عالية. ورغم ذلك سجل نادي الأنصار انتصارات مهمة جدا بالداخل وعلى الصعيد المحلي والعربي والدولي، جعلت منه نوع من سفير للبنان. هذا بيدفع أنه نكون نحن أكثر من مشجعين على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي مساندين لهالنادي لهالمؤسسة. حينما يتحدث الأنصاريون تجد كلماتهم مختارة من قاموس الانتماء الوطني، فأي نجاح يهدى للبنان؟ ولبنان أمام بحث عن مشروع للغد، فكيف يمكن أن يلتقي هذان المشروعان على هدف واحد وطني بامتياز؟ يعني إذا بتطلع أنت على نادي الأنصار يعني هو لوحده كنادي هو مشروع وطني، لأنه في من يعني نادي الأنصار اللي بيلعبوا فيه اللاعبين واللي بيديروا والفنيين والمدرب وغيره، يعني هو مشروع مثل يعني تعايش بين اللبنانيين وخاصة بالأخلاق اللي بيكون عم يلعبوا فيها اللعيبة داخل الملعب. يعني نحن وأنا أخذت قرار إنه نحن نكمل مسيرة الشهيد رفيق الحريري بدعم يعني بدعم النادي وبدعم الرياضة بشكل عام. نادي الأنصار يستحق الدعم من الجميع، لأنني كما قلت نشأ نادي الأنصار على المحبة وعلى الروح الرياضية وعلى بناء الأخلاق وعلى بناء الإنسان، وهذا ما يميز نادي الأنصار. إنه قد ما فينا نتساعد لأنه ممكن نادي الأنصار يقدر يكون طفرة في عالم كرة القدم في الوقت السريع أكثر من نادي تاني. محرزة إنه نطور الرياضة بلبنان، محرزة إنه نعطي هالأشخاص هالألوف العالم اللي بيحبوا نادي الأنصار سبب نحول هالنادي لمؤسسة. مني أنا شخصيا ومن كل واحد أنصاري يكون أكيد إنه الزخم اللي مفروض يكون موجود لإعمار نادي الأنصار مرة تانية حيكون موجود، وبزخم وبقدرتنا كلنا وكل من حب نادي الأنصار وحب إنه يقدر يكون مدرسة نادي الأنصار وأخلاق الرياضية الموجودة هي تكون السيدة، ونرجع نشوف كل الناس عم بتمرن بنادي الأنصار بالروح اللي نحن نحبها.